معنا من الخرطوم مراسلنا خالد عويس، وأيضا من القدس مراسلة كان نيوز نضال كنعني، ومن واشنطن مراسلنا جو ثابت. أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ بك مراسلنا خالد عويس من الخرطوم. يوم حافل بالأمس، ماذا عن اليوم؟ ما هي الترتيبات للفترة المقبلة بخصوص الاتفاق المعلن بالأمس؟ بخصوص الترتيبات مروج، يتوقع أن يمر قرار يعني العلاقة مع إسرائيل بمراحل عدة هنا في السودان، حيث ينتظر أن تجري مداولات ومشاورات واسعة داخل مؤسسات السلطة الانتقالية بشقيها مجلس السيادة ومجلس الوزراء، بالإضافة طبعا إلى الحاضنة السياسية قوى الحرية والتغيير، قبل أن تمر المقترحات بهذا الخصوص إلى المجلس التشريعي السوداني الذي لم يتشكل بعد، لكن طبعا متوقع تشكيله قريبا جدا بعد اتفاقات السلام التي حدثت في جوبا. بشكل عام مروج، هناك ارتياح طبعا في الشارع السوداني، خاصة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا الارتياح يمتد أيضا إلى طبقات عدة سياسية وشعبية في السودان للتقارب الذي حدث بين الخرطوم وتل أبيب، وهذا الارتياح مرده إلى أسباب عديدة، رغبة هذه الشرائح في علاقات طبيعية مع كل دول العالم، الرغبة في السلام، الرغبة في فتح السودان أمام فرص الاستثمار الغربية والعربية ومن مختلف أنحاء العالم. هذه الشرائح أيضا ترى أن إسرائيل تمتلك تكنولوجيا متقدمة خاصة في المجال الزراعي، والسودان يمثل بحسب رأيهم فرصة أيضا كبيرة جدا استراتيجيا بالنسبة لإسرائيل، التي تود أن تستثمر بطبيعة الحال هي ورجال الأعمال الإسرائيليين واليهود بشكل عام في السودان. هناك طبعا يهود سودانيون خرجوا من السودان منذ عقود، أيضا بوسعهم العودة، والحكومة الانتقالية كانت رحبت سابقا بعودتهم. في المقابل طبعا أيضا هناك اعتراضات مروج على هذه الخطوات في التقارب لأسباب مختلفة، أيضا حيث يرى البعض أن هذا الأمر قد يعرض الأمن القومي السوداني للخطر، بالإضافة إلى ما يتعلق طبعا بالقضية الفلسطينية وضرورة حل عربي موحد. نعم مروج. نذهب إلى واشنطن وجو ثابت. جو، بالتأكيد الرئيس ترامب والإعلان الذي تم بالأمس له أصداء في الداخل الأمريكي، ما هي هذه الأصداء؟ إيجابية بشكل كامل، بدءا من البيت الأبيض، حيث اعتبر الرئيس ترامب ومستشاروه أن ما تحقق هو إنجاز للدبلوماسية الأمريكية ونجاح جديد يضاف على سجلات سابقة حصلت في الأسابيع الماضية، بدءا من إطلاق معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وأيضا اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل. الرؤية الأمريكية الرسمية في البيت الأبيض تصف ما حصل أمس بالإعلان الثلاثي المشترك مع السودان وإسرائيل هو بالنجاح الدبلوماسي الذي في الواقع يلقي بظلاله الإيجابية في شارعين السياسي والشعبي الشعبيين الأمريكيين. أولا من الناحية السياسية ليس هناك معارضة تذكر في واشنطن، أكان من الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري، وتحديدا داخل الكونغرس لهذا الإعلان هناك تأييد كامل، ومهلة 45 يوما لكي يمارس الكونغرس معارضته لهذا القرار في الواقع هي مهلة شكلية، لن يقوم أي شخص أو أي عضو في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بالمعارضة على ذلك. من الناحية الشعبية هناك تأييد لهذه الخطوة خصوصا في صفوف مناصري الرئيس ترامب، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات. الموضوع الآخر الذي أيضا لقي تأييدا في واشنطن هو مسألة الدفع باتجاه إلغاء ديون السودان المترتبة للولايات المتحدة. هذا الموضوع في الواقع أيضا هناك إيجابية حياله. شكرا لك، وأعود إلى نضال كنعني بعد حل مشكلة تقنية. نضال، كنت تتحدث عن طبعا أصداء ما تم وأيضا الترتيبات الإسرائيلية.
نعم مروج، بالفعل أولا يعني هنالك حالة ارتياح في إسرائيل لهذا الإعلان عن السلام مع السودان بسبب التاريخ الطويل من التوتر بين البلدين، والآن هنالك انتظار في إسرائيل للخطوات القادمة. عمليا الحكومة في إسرائيل تعي الوضع المركب جدا في السودان بسبب الأوضاع في العامين الأخيرين خصوصا، وتعرف بأن اتفاقية السلام مع السودان ستسير ببطء وعلى خطوات صغيرة ولكن ثابتة. في إسرائيل التوقع ووفقا لمصادر إسرائيلية أن يكون هنالك إعلان للسلام، أي وضع ما تم بالأمس من محادثة هاتفية على الورق، إعلان عام عن إنهاء حالة العداء بين البلدين ونوايا التوصل إلى السلام، يضاف إليها بعض الاتفاقيات الثنائية المبدئية الهامة في هذه المرحلة من أجل السير قدما وبناء علاقات ثنائية كقضية الطيران مثلا، التنقل بين البلدين، المساعدة الإسرائيلية مثلا في مجال الزراعة، هذا ما تم الإعلان عنه بالأمس أثناء المحادثة وفي بيان البيت الأبيض عن الاتفاقية بين البلدين، من ثم تعرض هذه الاتفاقيات على الحكومة ومن ثم على البرلمان الإسرائيلي من أجل إقرارها. شكرا جزيلا لكم شبكة مراسلين من القدس نضال كنعني وأيضا من الخرطوم خالد عويس، وأشكر جوتابت مراسلنا من واشنطن.